هو يقول هل يجوز لبعض المشايخ هكذا، هل يجوز لبعض المشايخ أن يقول للناس اذهبوا جاهدوا في سوريا؟ يعني هي مسألة الجهاد، يعني الآن لو واحد يروح هناك هل يستطيع أن يفعل شيئا؟ هذا القصد. هو الجهاد ليس قتل النفس، الجهاد الأصل فيه النصر، هذا هو الأصل. الأصل ليس الشهادة، الأصل النصر، هذا هو الأصل، أن ننتصر على العدو وليس أن نموت هناك. فإذا كان الإنسان يتصور أنه في وجوده هناك ينصرهم، وهناك راية مرفوعة، وهناك إذن ولي الأمر، اللي هي شروط صحة الجهاد، نعم يذهب. أما البعض الذي ينادي يقول عليكم بالجهاد، لا بد من الجهاد، لا بد، كما حصل في مصر قبل فترة أنه صدرت فتوى من مجموعة من طلبة العلم وكذا، وقالوا أن الجهاد فرض عين في سوريا، ولا أعرف أن أحدا منهم ذهب، ففرض عين على الناس وليست عليهم، ليس غير صحيح هذا الكلام. فالذي يقول للناس أن الجهاد فرض عين يجب أن يكون هو في مقدمتهم، أما أن نلزم الناس بأنه فرض عين ثم لا نذهب نحن، هذا خطأ، هذا خطأ. لا تنهى عن شيء وتأتي مثله، تقول لا يجوز لكم أن تبقوا وأنت باق في بلدك، ما يجوز هذا. فالصحيح أنه الجهاد ليس بهذه الطريقة، وإنما الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار، والله أعلم.